الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مع مثل آخر من الأمثال القرآنية. يقول الله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. هذا مثل ضربه الله للكافرين والمؤمنين، وضربه لنفسه سبحانه وللأوثان التي تعبد من دونه. قال: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. هذا مثل الكافر الذي لا خير فيه ولا عنده، ولا يعمل بطاعة الله. رزقه الله مالا فلم يقدم فيه خيرا، فهو كالعبد الرقيق الذي لا يملك نفسه ولا يملك من المال والدنيا شيئا، لأن المال في هذه الحالة لم ينفعه بشيء ولم ينفع غيره. قال: ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. هذا مثل المؤمن في الخير الذي عنده وفي عمله بطاعة الله. أعطاه الله مالا وهو كريم محب للإحسان، فعمل فيه بطاعة الله وأنفقه في رضا الله سرا وجهرا، فأثابه الله تعالى عليه جنات. فلا يستوي هذا وذاك عند أحد من العقلاء، ولهذا قال تعالى: هل يستوون؟ والمعنى: هل يستوي هذا الفقير البخيل والغني السخي؟ وهل يستوي هذا المملوك العاجز عن الإحسان وهذا القادر على الإحسان؟ الذي تعدى خيره إلى غيره فيحسن إلى الناس سرا وجهرا. كذلك لا يستوي الكافر العاصي والمؤمن المطيع. وهذا هو لب المثل. فالمؤمن الموحد الذي رزقه الله إيمانا وبصيرة لا يستوي هو والكافر المشرك، ولم يقل هل يستويان، لأن من في قوله ومن رزقناه اسم يصلح للواحد والاثنين والجمع. قال: هل يستوي هو ومن؟ فإذا كان هذان لا يستويان مع أنهما مخلوقان، فلا يستوي العبد المملوك والحر الغني، فكيف يستوي المخلوق العبد العاجز المملوك الذي ليس له ملك ولا قدرة ولا استطاعة، بل هو فقير من جميع الوجوه؟ كيف يستوي هو والرب الخالق المالك لجميع الممالك القادر على كل شيء؟ وكيف يشبه هذا العاجز المملوك الذي لا يقدر على شيء بالله تعالى حتى يشرك به مع الله؟ وإذا كان لا يستوي عندكم عبد مملوك لا يقدر على شيء وغني موسع عليه ينفق مما رزقه الله، فكيف تجعلون الصنم الذي هو أسوأ حالا من هذا العبد شريكا لله؟ فهذا المثل يصلح لمقارنتين. المقارنة الأولى بين المشرك والمؤمن، والمقارنة الثانية بين الأصنام الصنم وبين الله عز وجل. والمثل هذا مأخوذ من واقع المشركين أيام النبوة، فقد كان لهم عبيد مملوكون، والعبد معروف أنه لا يملك شيئا ولا يقدر على شيء، والعرب هؤلاء المشركون يعرفون جيدا أن هنالك فرقا واضحا بين العبد المملوك العاجز والسيد المالك المتصرف. فهو يقول لهم: هل يستوي عندكم يا مشركي العرب، هل يستوي عندكم العبد المملوك مع السيد المتصرف؟ أنتم تعلمون جيدا الفرق بينهما، فكيف يستوي عندكم الصنم والله عز وجل فتسوون بينهما في العبادة
وتزعمون أنكم تعبدون هذا وهذا، كيف؟ فكأن المثل مضروب لله تعالى وللأوثان التي تعبد من دونه. والمعنى إذا كان الله سبحانه هو المالك لكل شيء الذي ينفق على عبيده ليلا ونهارا، يمينه ملأى لا تغيضها نفقة يعني لا تنقصها، سحاء الليل والنهار يعني دائمة العطاء، كيف يتسوون بين الله الكريم الجواد واسع العطاء وبين الأوثان المملوكة العاجزة، بين الأوثان وبين الأوثان العاجزة التي لا تقدر على شيء؟ وكيف تجعلونها شركاء لله؟ كيف تعبدونها معه بل من دونه مع هذا التفاوت العظيم المبين؟ ولذلك قال تعالى قبل أن يضرب هذا المثل في كتابه: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، ثم ضرب المثل فأخبر عن جهل المشركين وظلمهم أنهم يعبدون من دونه تعالى آلهة اتخذوها شركاء لله، وهؤلاء الأصنام والأوثان هذه لا تملك لهم رزقا من السماوات والأرض، ولا تملك لنفسها شيئا فضلا عن أن تملك لغيرها، ولا عندها قدرة لا أن تنزل مطرا ولا أن تنبت نباتا ولا أن تسوق خيرا، ولا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فإذا كان لا يملكون ولا يقدرون، كيف تسوونهم مع الله؟ كيف تسوونهم بالله؟ وقوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال يعني المتضمنة للتسوية بينه وبين خلقه، لكن هو يضرب المثل الحق الذي يبين الفرق بينه وبينهم. قال تعالى إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، فلا يجوز أن تقولوا عليه بلا علم. هو يضرب المثل الحق وأنتم تضربون أمثالا باطلة. لا يستوي المخلوق والخالق، لا يستوي الفقير والغني، لا يستوي القادر والعاجز. ولذلك حمد الله نفسه واختص نفسه بالحمد بأنواع الحمد، فقال الحمد لله. فإذا كان الأمر كذلك فلماذا سويتم يا أيها المشركون بين آلهتكم والله عز وجل؟ ولما كان الفرق بهذا الوضوح ظاهر لا يجهله أحد، قال بل أكثرهم لا يعلمون. وكيف يسوى بين الله الخالق الرازق المدبر والمخلوق الذي لا يملك شيئا؟ ولذلك قال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، وقال أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكروا. الاستدلال بالخلق، موضوع الخلق استدلال عظيم، ولذلك قرع الله بها المشركين أفمن يخلق كمن لا يخلق. قال يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، خلقكم من نفس واحدة من نطفة ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. والله تعالى قال لهؤلاء المشركين عن آلهتهم إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. واستدل سبحانه وتعالى على قدرته على الخلق وعجز غيره، فقال لهم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هل خلقوا أنفسهم أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون.
كانت هذه الآيات سببا في إسلام الصحابي جبير بن مطعم رضي الله عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في صلاة المغرب، فقال: كاد قلبي أن يطير. وكان ذلك أول ما وقر الإيمان في قلبه، والحديث البخاري. فإذا نقول لملاحدة اليوم: هل خلقتم من العدم، من غير شيء، من غير خالق؟ يقولون: خلقنا وخلق الكون بالانفجار الكبير. طيب ماذا كان قبل الانفجار الكبير يا أيها الملاحدة؟ يقولون: كان عدم، لا شيء. فنقول: إذن فما الذي انفجر؟ إذا كان قبل الخلق عدم، فما الذي انفجر؟ لا يستطيعون الجواب على هذا السؤال. والمخلوقات لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها، ولا يمكن أن تخلق من العدم، فماذا بقي؟ أن يوجد لها خالق. وإذا بطل الاحتمالان ما بقي إلا الثالث. إذا بطل الاحتمال أن يخلق من العدم، من لا شيء، وأن يكونوا قد خلقوا أنفسهم بأنفسهم، فماذا بقي؟ أن يوجد لهم خالق. وهكذا خلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة مهتدين، قائمين بالحق، مهتدين إليه. إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.